يعني مو قدام البيت سيارته، ومن الصبح مو موجودة، حتى بالليل مو هنيك. ايه أبصر وين بيكون نام، الله يجيرنا. والله أنا ما بعرف، الله بيعلم، أنا قلت اللي شفته وبالباقي ما دخلني. طيب سكري، الله معك. يسلموا هاليدين. صحتين وهنا. على قلبك. قال طاهر مانو بالبيت، أكيد بيكون ببيت الشيخ عثمان مع هديك الوصخة. طاهر أفندي بيكون أحسن له هلأ، إذا بينام ببيته ليشبع. قريباً فيتات حياخدن البيت ويموتوا نهر. وقف لحظة لأفهم، شو قصدك بإنه فيدات رح ياخدلن البيت؟ ما فهمت. هو أنت شو اللي بيهمك؟ هاي الشغلات بتخص الرجال. اسمعني جميل، طاهر دمر لي بنتي، واللي قلته هلأ بدي أفهمه. يا مرة شبك، طيب إذا قلت لك إني أنا رح أخذ المناقصة وشيكات مصطفى صاروا بإيد فيدات، حتفهم الشي؟ لا ما عم بفهم. إيه خلصنا لكان، عليك تفهمي إني دمرت عيلة كاليلي. طيب وهي اللي اسمها نفس كيف رح تدمرها معهم؟ أنا ما بقرب عن النسوان. جميل المصور راسم عليه أقساط للبنك وصار مديون، وناجية كتير زعلانة، أعطيني مصاري لأعطيهم لناجية. وأنا شو دخلني لأوفي ديونه؟ لأنه راسم لازمني إلي. وشو بدك براسم؟ أنت قررت تدمر عيلة كاليلي وأنا بدي دمر نفس معهم. صباح الخير. تعالي بنتي، هدي ها وصلت. شكراً. صحة وهنا. كتير حلو هذا الصباح وهالمنظر بياخد العقل. تعرفي شو بيقولوا هون بالمنطقة؟ الله بيوفقك إذا فقت بكير. متوفق لكان. كأنه وقعت مصطفى كاليلي عجبتك كتير ومخليتك مروق على الآخر، ما هيك؟ ايه صح، وبعد يومين لما ما يقدر يدفع مصاري المناقصة رح انبسط أكتر. ايه بس. بس شو؟ أنا أكتر شي رح يبسطني إيشن، بتعرفي شو؟ لما أخد نفس وييت ونروح نعيش كلنا بأسر عيلة كاليلي، وقتها حنكيف. بدي شوف طاهر شو رح يعمل وقتها. هلا ما اختلفنا، شركة كاليلي رح تفلس ورح تحجز على القصر تبعهم ماشي، بس إنك تاخد نفس. ليك بصراحة أنا ما بتوقع نفس تجي تعيش معك بس لأنه عيلة كاليلي أفلسوا. أنا حاولت بكل الطرق إيشن، وإذا نفس ما أجت لعندي لحالة وبكل إرادتها المرة، فالشخص اللي رح يخليها تجي وإجباري عنا موجود. قصدك نظر مو؟ إيه، وحدة مثل نظر كتير مهمة بهيك قصة. نفس كرمالية ما أجت لعندك، فليش لتجي كرمال نظر؟ إيشن، على ما يبدو أنت ولا مرة بحياتك عرفتي شو هو الشعور بالذنب، مو هيك؟ لكن إذا في إنسان عنده استعداد يدمر كل إنسان بهالحياة ممكن يأذيه، وقتها هيك حدا صعب كتير تعرفي كرمال مين ممكن يضحي. مشان هيك بيكون أحسن نزرع كذا ضحية لحتى نجرب هذا الإنسان. ليك فيدات، مع عيلة كاليلي مختلفنا، بس مع نظر أوعى إنك العنف؟ يعني بالإقناع أكيد، بس معقول عنف؟ لا هي إيشن، مشان الله شو شايفتيني وحش؟ فيدات ليك، أبوها لهالبنت مو مثل أبوها لنفس، الرجال عنده مصاري أكتر مني ومنك، بعرف مو مبين عليه لأنه واحد بخيل، بس أنت شفت الأرصدة تبعه بالبنوك مو؟ إيشن، أنا عم بحكي عن نفس مفهوم، وعم بحكي عن نظر، وأنت عم تحكي لي عن جميل، يعني حياتي مثل إعلان معجون أحلاقة كتير رخيص بقلب عرض أزياء فخم؟ مين هذا جميل؟ آه؟ بالمناسبة ابقي ذكريني لما يرجعوا ليت ونفس نجيبهم يفطروا بهذا المطعم، الفطور عندهم بياخد العقل. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.